فيهم اللي بيلعب وبيلعب فتره كبيره وممكن الاثنين اللي قاعدين ما يلعبوش. دي انت بتدير يا كابتن اسلام الكلام ده ازاي؟ الموضوع مش موضوع انت بتشتغل في الملعب وبتشوط على الاجوان وبتاع، لا الموضوع مش كده، انت عندك تفاصيل كتير صغيره، وازاي بتتعامل مع الحارس ده وهو زعلان، وازاي تتعامل مع الحارس ده وهو ما بيلعبش وهو بيبقى رقم ثلاثه وهو مصاب وبيقعد في ناس بتقعد باصابه بتقعد بثلاث اربع شهور، فكل الكلام ده انت ازاي تدير المنظومه دي وما بتعملش مشاكل للمدير الفني. يعني دايما انت ايه ممكن مشاكل تحاول ممكن تخلص مشاكل كتير بينك وبين طبعا اللعيب. طبعا ده كتير جدا بخلصها، ودايما الحارس يشوف فيك انت وانت بتتكلم الصدق، ويشوف فيك ان انت فعلا لا انت مثلا بتتكلم بشكل باين عليك ان انت بتكذب عليه، او باين عليك ان انت الكلام اللي جواه بتقوله مش طالع من قلبك، فكل الكلام ده انت بتشتغله مع الحراس. فعشان كده الحمد لله فتره كبيره جدا شريف اكرامي كان اساسي، وبعد كده بيقعد سنه واتنين ما تلاقيش مشكله، واكتر واحد ايجابي واكتر واحد بيساند، لان شريف برضه شخصيه يعني شريف كابتن فرقه طبعا. ليه علي لطفي ما بيلعبش وكان بيلعب في انبي خمس ست سنين في انبي، لعب ماتشات كتير ما بيكلمش. الشناوي نفسه كابتن اسلام لما جه من بتروجيت كان بقاله 8 سنين بره النادي الاهلي، لعب كتير في الجيش ولعب كتير في حرس الحدود ولعب في بتروجيت، ولما جه النادي الاهلي اول سنه لعب 3 ماتشات من 34 مباراه، 3 ماتشات بس في الدوري وما كانش بيتكلم، وخد خد فرصه اول مره كابتن اسلام وقعد تاني مظبوط ما كملهاش. هرجع اكلمك عن مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه من حراس المرمى المتميزين اللي موجودين، ولكن احد